أسرار النجاح الوظيفي وكيف تتمكن من تحقيقها. أكيد قصص النجاح كثيرة، وخاصة اللي عند العراقيين أثبتوا نفسهم وحققوا إنجازات كل الشبيرة في كل أنحاء العالم. لكن حتى نحكي أكثر بهذا الموضوع وبخطوات النجاح وشون ممكن نوصل لأهدافنا، اليوم ويانا بالاستوديو اللايف كوتش فرح عبد الوهاب. يسعد صباحك. أهلا، صباح الخير. شلونك؟ أخبارك؟ الحمد لله. صباح الورد عليك فرح، منورتنا من جديد. فرح، قبل ما نبدي بموضوعنا، اكو تفكير دائما يراودني، اليوم النجاح بحياة الانسان هل هو هدف ام هو وسيلة اصلا لازم تلازمه طوال حياته؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الله بالخير عليكم كلكم. طبعا النجاح بحياة الانسان قبل لا يكون هدف وقبل لا يكون وسيلة هو الاساس مالته الشغف. لانه احنا نشوف هواية ناس عندهم درجات عالية من ومراكز عالية من الشهادات ومن بس هم ما ناجحين في حياتهم. ليش؟ مو لأنه هم يعني كسالة، بس لأنه هم ما عندهم الشغف بالشيء اللي يسووه، ما عندهم حب للشيء اللي يسووه. فحتى لو حطوا هدف ما رح يوصلون للهدف، لأنه هو ما دا يشتغل بحب. حتى لو حطوا وسيلة ما رح يمشي على هاي الوسيلة، ولا رح يمشي على الطريق اللي حطه، لأنه هو ما حابب الشيء اللي يسويه. فأني يعني دائما أقول النجاح أهم شيء يكون شغفكم بالشيء اللي تسووه. وهذا أنا دائما أقوله، لما تدخلون أي جامعة لا تدخلوها لأنها اسمها الجامعة الفلانية أو لأنه أحد جابركم، دخلوا بالشيء اللي أنتوا تحبوه لأن راح تبدعون به. نعم صحيح. طيب اليوم أكو هواية مهن وهواية مجالات ممكن الأشخاص حابين أنه يدخلون بيها وعنده شغف أنه ممكن إذا دخل بيها راح يحبها، بس ممكن هذا الشيء يكون ظاهري من برا. اليوم مثال أنه أنا حابة أدخل مجال الإعلام لأن شايفته من برا، وأقول ممكن إذا أنا أدخل بيه راح أبدع. لكن أكو أشخاص ممكن إذا تدخل بيه وتعيش بهذه الأجواء ما راح تحبه، أو ممكن ما راح تكون نفس الفكرة اللي هي كانت برا الدائرة وتتفرج عليه، فهذا راح يقلل من شغفه اليوم بالوظيفة؟ هو مو قصة يقلل من شغفه، لأنه هاي الشخصيات تعتبرها وهاي عادي موجودة. هي مو تحب مثلا الإعلام، مو لأنه هي تحب الإعلام، بس هي شافت الظاهر تريد تقلد أحد موجود بالإعلام. فيا أما أولا أنه هو مو هذا الشغف الحقيقي مالتهم، يعني يدخلوا له لأنه مثلا وهج، لأنه مروة أريد أصير مثلهم فرضا، او هاي احنا بدنا نحكي على اي وظيفه، على اي وظيفه ثانيه، اي او تكون الشغف معتمد على البيئه العمليه، وهذا غلط. انه انا الشغف مالتي ما يعتمد على الـ 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 المكان اللي اشتغل بيه. يمكن انا المكان اللي اشتغل بيه بفلانه راح تعاديني، بفلانه ما راح تحبني، بفلان راح يحاول يسقطني. انا شغفي مستمر وما ايأس واصبر. فهي يا اما انه اني مو هذا الشغف الحقيقي، انا دا اقلد، اريد اقلد شخص معين، ولما ادخل اقول اوه هاي كل الصعب لا ما اقدر، او الشغف معتمد على البيئه وهذا غلط. تمام. نعم. طيب يمكن فرح دائما بقصص النجاح يعني وبالدورات اللي اخذناها سابقا دائما كانوا يقولون انه حتى لما تريد تتطور وتنجح دائما شوف الناس اللي نجحوا بمجالك وتعلم منهم. يمكن بشتى المجالات اكو كثير اشخاص بدوا من الصفر تقريبا وبنوا نفسهم. نعم. بتقريرنا التالي راح نتعرف عليهم، ومن بعدها راح نرجع نناقش الموضوع بشكل موسع. تختلف قصص النجاح والإبداع بين الأشخاص الذين بذلوا جهداً لتحقيق أحلامهم، وتبرز دائماً قصص هؤلاء الذين واجهوا الصعاب ليصلوا إلى درجات عالية. ومن هذه القصص الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري، التي ولدت لعائلة فقيرة وعانت الكثير من المآسي عندما كانت صغيرة، وأصبحت مليونيرة في سن 32 وهي حالياً مليارديرة. وحتى إن لم يكن بعض الأشخاص من القراء فبالتأكيد سمعوا عن سلسلة هاري بوتر العالمية لكاتبتها جي كي رولينج، والتي ألفتها عندما كانت أماً عزباء فقيرة تكافح الاكتئاب بسبب وضعها في الحياة، لكنها حققت اسماً ونجاحاً باهراً. كذلك اسم رالف لورين يرتبط بالثراء والأناقة، لكنه في الحقيقة بدأ العمل كبائع لربطات العنق وجان كوم، وهو أحد مؤسسي واتساب وأصغر رجال الأعمال الأثرياء في أمريكا. ولد وتربى في عائلة من ضواحي كييف بأوكرانيا في عائلة بسيطة.
يا أوبرا العرب. شفتي ما خليت شيء بنفسك. حبيبتي. إن شاء الله تكونين أوبرا العرب. إن شاء الله أكيد. اليوم كل واحد من عندنا عنده طموح يحب أنه يوصله. خلينا نحكي شوية على الطموح الوظيفي. بالعادة أنه الموظف ينتظر تقييم من المسؤول أو المسؤول عنه بالشركة أو بالعمل أو بأي مكان اللي هو بيه. شلون يقدر ينطي التقييم لذاته أول؟ طبعاً التقييم لذاته هو بالنسبة إله أهم من تقييم المدير بالعمل. طبعاً. ليش؟ لأن التقييم بذاته هو اللي دي يحط الأهداف وهو اللي دي يحط الوقت الزمني اللي المفروض يوصل لهاي الأهداف. يمكن المدير يشوف من بعيد أنه هذا إيش دي يسوي، بس هو مدى يعرف بالضبط أنه بينه وبين هاي الأهداف إيش قد، هل هو وصل لها هل هو لا. فالتقييم الذاتي جدا مهم. شلون؟ أنه أنا أحط أهداف معينة وأحط زمن معين. طبعا ما أحط زمن قصير حتى ما أقدر أنه ألحق، لازم أنا أعرف شلون أضبط الزمن ويا الهدف. فشلون أقيم نفسي إذا وصلت الهدف بالزمن أو قبله؟ أنه هاي معناها أني قيمت نفسي زين. إذا لا أشوف وين الأغلاط، أشوف شنو اللي أخذ مني وقت زيادة وشنو أحتاج أشتغل عليه. حتى ممكن نأخذ دورات، ممكن نأخذ حتى نعلم نفسنا ونستفيد من الأشياء اللي ما نجحنا بيها في الماضي. حلو. طيب أكو ناس يمكن فرح دايما يقرنون النجاح بمقاومات معينة، يعني يقول لك أني ما أقدر أنجح لأني أنا ما أملك شهادة، أنا ما أقدر أعمل لأني أنا ما أملك سيارة. يعني دايما أكو أسباب يخلوها هي عائق أمام نجاحهم. اليوم شنو الرسالة اللي نوصلها بخصوص هذا الجانب بالذات؟ الرسالة هي الشهادة ما لها أبداً علاقة بالنجاح. مثل ما قلتك هواية ناس عندهم شهادات عليا وهم ما ناجحين بالشيء الماخذي. يعني أني صراحة صيدلانية بس أنا ما أعتبر نفسي ناجحة بصيدلة، لأنه أني مو هذا شغفي. لما خلصت صيدلة شفت أنه أني مو هو هذا الشيء اللي أني أحبه واللي أني راح أشتغل به، فاتجهت اتجاه ثاني معين. فهذا أكبر دليل أنه الشهادة ما تقول لك إذا أنت ناجح لو لا. شلون تطور من ذاتك، شلون تأخذ دورات، شلون تتعلم من تجارب الآخرين الناس الناجحة، هاي اللي يعني تحدد أنت ناجح أو لا. تحط الأهداف، تعرف شنو شغفك. الشغف أنا يسأل حطي معلومة يمكن جدا مهمة، شلون تعرفه؟ تقعد ويا نفسك تشوف فتشي أنت تقدر تسويه كل الزين بأقل وقت ممكن. تحدي. وهذا الشغف ترى مو أنه هي شغلة وظيفة. يمكن طبخ، يمكن طبخ أنت تكون يعني تعلى بالطبخ، أو خياطة، أو بيبي سيتينج. يعني أنه فهذا الشغف أنه بأقل وقت ممكن تبدع به، وهذا هو الشغف. شلون تعرف أنه شنو هو شغفك؟ طيب فرح، شلون ممكن نعيد تدريب الدماغ حتى يساعد حتى يحقق اليوم مستويات بهذه الفترة الزمنية اللي تقوليها؟ اليوم احنا صح مثل ما هي تقول لك يحط تايمر انه انا راح انجز، خلينا نقول مثلا شغل البيت كليته بساعة. اسوي تحدي ويا نفسي، شلون نبرمج دماغنا عن هذا الموضوع؟ هو طبعا العقل الباطن يلعب دور كلش مهم. هسه اي برمجة للعقل، وهذه يعني طريقة يعني مو من نهاية العلم يجي يقول، تسأل نفسك، تسأل العقل الباطن شلون أقدر مثلاً أحقق الهدف. هاي بالبداية يعني 3 إلى 4 أيام كل يوم أسأل نفسي شلون أقدر أحقق الهدف. شلون ما جاوب بس سؤال. ليش؟ لأن سبحان الله رب العالمين سخر لنا ما بين السماوات والأرض، ومن ضمنهم هو دماغنا. فلما أنت تسأل سؤال هو لازم يجاوب هذا السؤال. شلون يجاوب العقل هذا السؤال؟ عن طريق يبين لك هايلايتس، يسوي يعني لأشياء معينة قدامك يقول لك شوف عن طريق هيجي، عن طريق فإحنا يوضح لك إياه. نبرمج عقلنا أنه 3 إلى 4 أيام نسأل نفسنا شلون أنا أقدر أنجح بهذا المشروع، وأترك ما جاوب. إذا جاوبت خلص كلوزد، سكر. شلون أقدر؟ شلون تشوفون 3 إلى 4 أيام يبدي تبدين تشوفين أشياء قدامك أنت ما كنت شايفتها قبل. ها أوكي، عندي هاي الفكرة، ها عندي هذا الوقت الزمني أقدر أسوي به، أقدر يعني أتحشهم بهاي الشغلة، وهكذا. العفو فرح، بس هذا الشيء أنه العقل الباطن يخليه قدامنا؟ أي. ولا تسهيل من رب العالمين؟ هو تسهيل من رب العالمين. ليش تسهيل من رب العالمين؟ لأنه رب العالمين حط هنا فشي جدا ثبين وإحنا ما نعرف قيمته. لهذا السبب أنه هو أكبر عدو إنه هو هذا. أوكي، هو اللي يحبطنا، وهو لأنه رب العالمين
حط هذا حتى يساعدنا. فإذا أنت تكونين تريدين تقولي أني ما أقدر أسوي هذا الجول الهدف، عقلك رب العالمين خلاه حتى يساعدك، فهو راح يساعدك حتى ما تسوين هذا الهدف. صح. وإذا قلتي أني أريد أسوي هذا الهدف وأني أقدر أوصل له، شلون أقدر أسوي؟ عقلك راح يساعدك حتى يجاوب هذا السؤال. شلون يجاوبه؟ شوفي هاي سبحان الله من رب العالمين، شلون يجاوبه؟ يخليه قدامك اشياء معينه انت ما شتي منتبهت لها. صح. انت ودا تسوقين مرات، ايش قد احنا ودا نسوق او احنا بمكان نشوف شغله، هي هاي هي اعطتني فكره عن الموضوع اللي انا اريد اقدمه او وهكذا. نعم صحيح. طيب فرح، نصائح اخيره ممكن نقدمها لكل من يتابعنا اليوم؟ نصائح، اولا اهم نصيحه، لازم عندكم الوازع الديني في اي شغل تشتغلوه، لانه انتم قبل لا تخافون من المدير تخافون من رب العالمين. طبعاً. انا اشوف في مؤسسات يدخلون مثلا عندهم هاي البصمه او عندهم ما اعرف هسه هي شنو الجديد، ولا يجون مثلا يبصمون ويطلعون يقولون المدير ما موجود. بس اكو رب العالمين دا يباوع، رب العالمين ما راح يحلل اللقمه اللي انت تحطيها بحلقك وبحلق جهالك. فاذا انت ما راضيه على هذا المكان لا تشتغلين بيه، احسن من الغش. هاي اولا. فالوازع الديني جدا مهم، انه انا قبل لا اخاف من المدير اشتغل بذمه وضمير، لانه انا اخاف من رب العالمين. واحط اهداف معينه واحط لها وقت وامشي عليها، واطور من نفسي، اشوف شنو هي الاسباب اني ما نجحت بالهدف اللي كنت حاطته قبل مثلا شهر او شهرين. حلو، ان شاء الله يا رب ان تكون كل هذه المعلومات وصلت لكل من تابعنا. شكرا لك يا فرح، شكرا لوجودك ويانا.